السلام عليكم. كيفاش انك تسافر مجانا في امريكا؟ كما كتعرفوا كاين بزاف ديال الشركات اللي عندهم الكريديت كارد كيعطيو هاد الخاصيه ديال الناس اللي عندهم اللي كيستعملوا الكارد ديالهم انهم كيجمعوا النقاط او اللي كيجمعوا المايل ومن بعد كيحولوهم يخلصوا بهم يا اما الطياره يا اما كراء السيارات كريسي شي طوموبيله ولا الفنادق. هاد الثلاثه ديال الحوايج وممكن كاين يعني كيعطيوك يعني اختيارات اخرى ممكن انك يعني تاخذ جيفت كارد ولا ممكن تاخذ كاش. فكاين بزاف هاد الريوردز كريديت كارد. انا اللي غادي نهضر عليها اليوم واللي كنستعملها انا للسفر هي البطاقه ديال كابيتال 1. هي ديال الكارطه سميتها فينتشر 1 مع كابيتال 1. هاد الكارطه هادي المميزات ديالها اول حاجه ان ما كاينش الانيول في، يعني كتستعملها ما كاينش شي في اللي كتخلص البنك، في حين ان كاينه وحده بحالها كتخلص 95 حتى هي سميتها فينتشر 1 كتخلص عليها 95 دولار للعام. العام الاول كيكون فري ومن بعد كتبقى كتخلص 95 دولار. هذيك الكارطه الاخرى فيها كل دولار صرفتيه كيعطيك جوج ديال المايل، كل دولار كيعطيك جوج ديال المايل. هذه اللي وريتكم دابا اللي هذه اللي ما فيهاش الانيول في، ما كتخلص عليها حتى شي حاجه. كل دولار صرفتيه كيعطيوك 1.25 مايل، 1.25 مايل. فلما كتجمع واحد العدد كبير ديال المايلز ممكن انك تخلص بهم كما قلنا يا اما الاوتيل يا اما الكريسي شي طوموبيل يا اما الفلايت ديال الطياره. هاد الكارطه هادي بالنسبه للناس اللي غادي يحلوها اول مره، لما الا صرفتي 1000 دولار كيعطيك واحد الاوفر في الاول. الا صرفتي 1000 دولار في المده ديال 3 شهور كيعطيوك 20000 مايل. هذيك 20000 مايل القيمه ديالها هي 200 دولار. فعلى سبيل المثال انت بغيتي تمشي من نيويورك لميامي، البيه ديال الطياره كيدير 200 دولار. كتقطع البيه ديالك ولما كيجيك البيه كتخلصهم من هذوك المايلات اللي جمعتي كتحولهم لهذاك البيه اللي خلصتي. هذه من بين الخاصيات اللي عند هذه الكارطه هذه كما قلنا هو ان ليميتد مايلز، يعني ليميتد ريورد، يعني ممكن تكون عندك مليون ديال المايل، جمعتي مليون ديال المايل ممكن انك تحولها كما قلنا تحول انك تخلص بها البي ديال الطياره او الاوتيلات او كراء السيارات. وكاين خاصيات اخرين، كاين ممكن الا بغيتي تحولها للجيفت كارد ممكن انك تحولها كاش، ولكن حسن انا بالنسبه لي كنفضل اني كنستعملها للسفر. فعلى سبيل المثال بغيتي تمشي مثلا المغرب كتمشي مره واحده في المغرب مثلا في العام ولا في عامين تبقى تجمع، انت كتستعمل تقدا بها في المحلات، كتستعمل يعني عوض ما تستعمل الكاش ولا الديبيت كارد كتستعمل هذه الكارطه هذه. انت يعني صارف الفلوس صرفهم وجمع في نفس الوقت جمع المايل. لما كتوصل نقول مثلا بغيتي تمشي للمغرب البي كيدير 800 دولار، يعني 800 دولار يعني غادي يخصك 80000 مايل. يعني في خلال العام راه ممكن تجمعها الا كنتي كتستعمل هذه الكارطه بزاف. الا ان التريك اللي كاين هو ان ما تحاولش توقع في داك الفخ ديال ان نبقى نصرف باش نجمع النقاط، باش نجمع المايل ولا النقاط. هذه مشكله كبيره كيوقع فيها بزاف ديال الناس. لا ما يكونش الهم ديالك هو هكاك، يعني تحاول انك تستعمل الكارطه في الحوايج اللي انت باغي ومحتاج وخاصك ضروري، باش ما يكونش داك التوازن انك في نفس الوقت كتصرف الفلوس اللي خصك تصرف وفي نفس الوقت كتستافد دوك الفلوس كتجمع بهم المايلز باش انه ممكن بغيتي تسافر كما قلنا ولا تخلص بهم الوطين. فهاد الكارطه هذه يعني كننصح بها لان الريت ديالها مزيان والناس يعني كيستعملوها بزاف، ومن بين اكثر البطاقات الائتمانيه اللي عندها السمعه ديالها هنا مزيان في امريكا. وكما قلت لكم يعني ما تخافش ان النقاط ديك غادي يضيعوا ولا المايل اللي كتجمع غادي يضيعوا، يعني فشحال ما جمعتي ممكن انك كما قلنا تحولهم لمشتريات اخرين. نتمنى ان هذه الفكره هذه انها تعجبكم وان شاء الله نشوفكم فيديو اخر. السلام عليكم.